يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول وجد ابنها عند صندوق القمامة وجد عربية كعربيات التموينات والسوبر ماركت، وجد عربية عند برميل القمامة كعربيات السوبر ماركت فأخذها للبيت وهم يستعملونها الآن، فهل يجوز لهم ذلك؟ أظن رأيها جاد فيها قمامة ونسي وتركها يبي يرجع لها، وانت خدتها يوم جاء ما وجدها ولا يدري وين راح، ارجعها في مكانها لما يجي راعيها واشتري لها. نعم.